ومنذ إنشائها عانى أكثر من 3400 من مواطنين من الألغام الأرضية، منهم 353 طفلا و338 امرأة. ومن بين الأسباب الرئيسية للزيادة اليومية في ضحايا الألغام الأرضية رفض أرمينيا تقديم خرائط دقيقة للألغام التي زرعتها على أراضي أذربيجان، وزرعت ألغاما أرضية على الطرق والمقابر وغيرها من الأهداف المدنية المواقع خلف خط التماس السابق. وفي الفترة 2020 و2023 تم إنشاء مناطق ملغومة جديدة يصل طولها إلى 500 كيلومتر، وتم دفن الألغام مرة أخرى في أراضي أذربيجان وأرمينيا، وأرمينيا مسؤولة عن ذلك. كما أن الصعوبات التي واجهناها في إزالة الألغام تعيق إعادة الإعمار وإعادة التأهيل، وتشكل عقبة خطيرة أمام عودة 800,000 من المشردين داخليا في ديارهم. تم إزالة الألغام للأغراض الإنسانية إحدى أولويات أذربيجان، وقد تم وضعها بمبادرة من القائد الوطني للشعب الأذربيجاني حيدر عليه، وهي الركيزة الأساسية للدولة. وفي الوقت الحالي المؤسسة الرئيسية التي تنفذ تكنولوجيا إزالة الألغام لأغراض الإنسانية في بلدنا هي وكالة إزالة الألغام الجمهورية أذربيجان أناما. ونتيجة لعملية إزالة الألغام التي تم تنفيذها حتى الآن، تم تطهير مساحة قدرها 140,000 هكتار من 119,000 هكتار لغما وذخائر غير منفجرة. لكن المناطق الملغومة أوسع من ذلك بكثير. إن زرع الألغام أمر سهل، لكن إزالتها عملية أكثر صعوبة وتعقيدا. ولهذا الغرض تحشد أذربيجان كل قواها خلال فترة زمنية قصيرة، وتستخدم أحدث التقنيات المطبقة في العالم. ومن أجل زيادة الكفاءة في مجال إزالة الألغام يجري العمل المناسب من جانبنا، وقد زادت قدراتنا بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. يقوم بلدنا بنشاط إزالة الألغام للأغراض الإنسانية بشكل شبه كامل على حساب موارد الخاصة. إن الدعم السياسي والعملي المناسب من جانب المجتمع الدولي له أهمية كبيرة في القضاء على العواقب الإنسانية للألغام وتطهير أراضي من الألغام. والتوازي مع مشكلة الألغام التي تواجهها، اتخذت أذربيجان مبادرات عديدة لجذب الانتباه للمجتمع الدولي إلى هذه القضية. وكما تعلمون أعلنت بلادنا رسميا في العام الماضي أن إزالة الألغام للأغراض الإنسانية هو الهدف الوطني 18 للتنمية المستدامة، ونحن نعمل باستمرار من أجل اعتماد هذه القضية باعتبارها هدف 18 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة. وفي الوقت نفسه أطلقت أذربيجان مبادرة لإنشاء فريق اتصال خاص معني بإزالة الألغام للأغراض الإنسانية في إطار حركة عدم الانحياز، وبدأت المجموعة أنشطتها في سبتمبر من العام الماضي. وفي الاجتماع 15 للأطراف في اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الأصول الثقافية في وقت النزاع المسلح الذي عقد في عام 2013، في تم اعتماده قرار بشأن تأثير التراث الثقافي لمينالا بمبادرة من أربايكان. واستمرارا لهذا الاجتماع المهم، نظم الجانب الأذربيجاني مؤتمر خاص في أغدام حول موضوع تأثير الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة على الممتلكات المدنية. في السنوات الثلاث الماضية عقدت بلادنا بالتعاون مع الأمم المتحدة عددا من المؤتمرات الدولية المخصصة لموضوع الألغام الأرضية. تعمل هذه التدابير على زيادة الاهتمام بهذه المشكلة المهمة التي تقلق الناس في العصر الحديث، كونها منصة المناقشة الرئيسية حول قضايا الأعمال المتعلقة بالألغام في الأمم المتحدة في أذربيجان في الوقت الحاضر، ويعمل بالتعاون مع وزارة المناجم على إنشاء مركز التميز. وسيتم توقيع مذكرة تفاهم بين أناما وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال المؤتمر. سيساعد هذا الحدث الهام أذربيجان على تبادل تجربتها في المجال مع البلدان الأخرى في هذا المجال التي تواجه مشاكل مماثلة. ويسلط الاجتماع اليوم الضوء على تصميم أذربيجان على مكافحة الألغام الأرضية التي تمثل أحد تحديات العصر الحديث، كل ذلك بما في ذلك مناقشة إمكانيات القضاء على الواجهات البيئية. سوف يساهم في تبادل الخبرات المتقدمة في مجال نشاط المناجم. أتمنى لكم كل التوفيق، وأتمنى لكم في أعمال المؤتمر. إلهام عليف، رئيس فخامة رئاسة أذربيجان.